قبل ساعات من مباراة القمة، قمة الكرة المصرية، الزمالك والأهلي. الأهلي منتشي فائز على سموحة وتأهل لنهائي كأس مصر، لكن في ظل غيابات. في المقابل الزمالك كأس مصر القديم في المقابل الزمالك تعادلات كثيرة وخسارة والخروج في الكأس من بيراميدز. المتابعة والاهتمام الإعلامي لهذه المباراة، وفي نفس الوقت التكتيك والشغل الفني والحوارات الجانبية كمان ما بين كلا الفريقين خلال الفترة الأخيرة. أكيد الفترة الأخيرة بتقول إن يعني معنويات الفريق الأهلي بقت أصبحت أفضل من الفترة السابقة. النادي الأهلي برضو مع مارسيل كولر واجه فترة ما كانتش لطيفة من نتائج سلبية أثرت على نتائج الفريق، ويعني نقاطه في الدوري كان جماهير بتأمل إن النادي الأهلي يعمل الفجوة اللي كان بيعملها أيام ريني فايلر وأيام مانويل جوزيه، إنك بتعمل فجوة كبيرة في الأسابيع الأولى بتستغل فيها طبعا سقوط المنافسين ليك، لأن زي ما احنا شايفين يا محمد نادي الزمالك بكل أمانة هو حاليا مش المنافس المباشر للنادي الأهلي. صحيح. المنافس المباشر للنادي الأهلي أصبح نادي فيوتشر اللي شغال ماشي بشكل كويس جدا جدا مع كابتن علي ماهر، وحتى بيحقق انتصارات بلس 90 زي الأهلي زي ما شفنا في مباراة إنبي الأخيرة، كانوا متعادلين 2-2 وبيقدر عمر السعيد إن هو يجيب هدف صار في الدقيقة 92. فالفريق برضه عنده روح وبيقدر عنده استمرارية في اللعب، وطبعا الأمانة لازم ديهم حقه. يعني النهارده منافسة مش أهلي وزمالك أو حتى أهلي وزمالك وبيراميدز زي ما احنا متعودين في السنوات الأخيرة، أنا حبيت بس أدي فيوتشر حقه، لكن أكيد النادي الأهلي قدر إن هو يستعيد الكثير من بريقه بسبب مباراة بيراميدز. مباراة بيراميدز لما النادي الأهلي يعني فاز بيها في الدوري، وبعد كده طبعا الانتصار الكبير على سموحة في الكاس القديم. احنا طبعا لازم نفرق ما بين الكاس القديم والكاس الجديد، اتلخبطنا بين 2021 و2022 و2023 بالظبط. على الوجه الاخر طبعا نادي الزمالك بيدخل مباراه وهو في وجهه نظري في اسوا يعني فتره له مع فيريرا. بنتكلم ان الفريق منذ بدايه عام 2023 في انهيار بدني وفني ملحوظه في مباريات نادي الزمالك. نادي الزمالك خسر من نادي اسوان ب2-1، ربما طبعا مباراه الساعه 3 العصر في توقيت نادي الزمالك مش متعود يلعب فيه. بعد كده في التعادل مع الداخليه، وفي برضو التعادل مع نادي الاتحاد، والسقوط الاخير في المباراه الاخيره قدام نادي بيراميدز في سيمي فاينل الكاس القديم. في مباراه نادي الزمالك محمد كان بيلعب 110 دقيقه زايد لاعب عن نادي بيراميدز، المفروض نادي الزمالك لما يكون الظروف دي متاحه له هينهي المباراه. نادي الزمالك برضه يملك سكواد قوي، كل متابعين نادي الزمالك وبيتفرجوا على ماتشات نادي الزمالك يقدروا يلاحظوا ان في عامل في فوارق في الاداء البدني ما بين الفريق اللي كسب بيراميدز في الدوري بثلاثيه وكسب الاسماعيلي برضه بثلاثيه في نهايه العام الماضي والمباريات اللي تمت في العام الحالي، وده امر ملاحظ بشده. فاكيد كل الامور دي هتلقي بظلالها على مباراه يوم السبت، خصوصا ان احنا بنتكلم على جيم بدني قبل ما نتكلم على جيم فني، لان ماتش القمه في امور معنويه وفي امور نفسيه بتيجي من الشق البدني قبل حتى ما نتكلم عن الشق الفني.